مرحبا بكم الناس لكل الفنان بلتي يكشف عن المداخيل المادية لأغنية يا ليلي. أغنية هذه اللي هي أقوى أغنية وأكثر أغنية تسمعت في تاريخ الأغاني التونسية اللي نزلت على الانترنت وبالأخص يعني نحكيه على اليوتيوب، يعني أغنية بلتي اللي تجاوزت 100 مليون، يعني بكل صراحة شيء كبير برشا. يعني أكد مغني الراب بلتي اللي تلقى عروض مع بعض الفنانين المغاربة والعرب للقيام بأعمال مشتركة بعد النجاح الباهر اللي لقاته أغنية يا ليلي اللي جمعته بالطفل الموهوب حمودة. أما عن المداخيل المادية اللي حققتها أغنية ليلي اللي جمعته كما قلنا بالطفل الموهوب حمودة، قال بلتي أريد التفسير بأن اليوتيوب لا يحتسب المداخيل حسب عدد المشاهدات بل حسب الإشهار، ولا أرى سبب يجعلني أني باش نكشف المداخيل متاعي لأنه الأمر هذا يخصني كان أنا فقط. كما قلنا بلتي اللي ما حبش يقول على الفلوس اللي دخلت له من أغنية يا ليلي.